بات فريق الكويت لكرة القدم أول المتأهلين لنهائي كأس سمو الأمير أغلى الكؤوس، وذلك بعدما تمكن من تجاوز كاظمة بعد مباراة مثيرة انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد في الثواني الأخيرة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. شهد استاد علي صباح السالم قمة كروية كبيرة جمعت بين فريقي كاظمة والكويت، تمكن خلالها الأبيض من خطف التأهل لنهائي كأس سمو الأمير بعد مباراة مثيرة. البداية كانت سريعة من الفريقين مع أفضلية كاظماوية وخطورة واضحة كسرها الكويتاوية بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم علي محمود، وانبرى لها الأوزبكي راشيدوف مانحا فريقه التقدم مع نهاية الحصة الأولى. بعد الاستراحة انتفض البرتغالي وعاد للتعادل عبر أقدام المهاجم بندر بروسلي أحد أبرز نجوم المباراة والتي كانت متجهة نحو الأشواط الإضافية، لولا نجاح فيصل زايد في تسجيل الهدف الثاني من كرة ثابتة كانت بمثابة رصاصة الرحمة والتي أخذت بيد الكويت إلى نهائي أغلى الكؤوس. مبروك نادي الكويت، هارد لك نادي كاظمة، يقدم مباراة كبيرة، لكن احنا يعني أصرينا أنها ما تدش بالأشواط الإضافية وحاولنا كثر ما نقدر أن نخلص المباراة بالأشواط الأصلية، والحمد لله توفيقنا الله. الحمد لله رب العالمين، يعني دائما تعودنا أن نادي الكويت يكون متواجد في النهائيات، يمكن هذا 17 نهاية على التوالي، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل كبير من الجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة اللي وفر كل شيء حق اللاعبين، وما ننسى دور اللاعبين الشيء المهم اللي قدموه في السنوات اللي طافت. الحمد لله رب العالمين. بداية الموسم أعتقد حاشنا ضغط مباريات بشكل كبير، حتى يمكن اللعبة الأخيرة لعبنا كأس الاتحاد الآسيوي ما مدانا نرتاح نفس باقي الفرق، كل مباريات خروج مغلوب، خروج مغلوب لو تلعب مع أي فريق بتكون مباراة صعبة، فإحنا يمكن بداية الموسم قاعد نواجه قاعد نلعب على بطولتين وثنتين بخروج المغلوب. الكويت يسجل اسمه كطرف في نهائي كأس سمو الأمير ليترقب الفائز من قمة العرب والقادسية المنتظرة. عادل النجي لتلفزيون دولة الكويت.